السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم معاكم في موضوع مهم جدا جدا، هو ليه ممنوع إن احنا نحط البيض في باب التلاجة. ولكن عزيزي المشاهد، لو أول مرة بتزور القناة فضلا منك وليس أمرا، قم بالضغط على الاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلك كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجب. ناس كتير جدا بتنطر او بتلجأ انها تحط البيض جوه باب التلاجة، وده بيعرضه جدا للتلف، لان باختصار شديد انت في التلاجة بتفتح الباب وبتقفل الباب، فبالتالي بيكون في التلاجة بدرجة حرارة وبرة التلاجة بدرجة حرارة تانية، وده بيعرضه طبعا للتلف والفساد، وان ما بيكونش صح جدا ان احنا ناكله. فالافضل تماما لاما تحطيه في التلاجة من جوه، لاما تحطيه كله برة التلاجة. لكن لو انت في الحر انا ما برجحش تماما ان انت تحطيه بره التلاجه، لان الحر ودرجه الحراره اللي بتكون معبيه المطابخ هتفسد لك البيض، فالافضل ان انت تحطيه في التلاجه بدرجه حراره معينه. اما في الشتاء انت طبعا بكل سهوله تقدري ان انت تحطيه بره التلاجه. طيب احنا نتكلم النهارده عن نقطه التخزين، ولكن خلينا برضو ما يبقاش خارجين من الفيديو بمعلومه كده بسيطه، لازم نعرف ايه هي فوائد البيض بشكل عام والطريقة الصحيحة اللي انت تاكلي. طبعا زي ما احنا عارفين ان البيض غني بالبروتين، وده احنا عنصر محتاجينه كلنا سواء كنا صغيرين او كنا كبار. هل في فرق بين البيضة الحمراء والبيضة البيضاء؟ اطلاقا نفس القيمة الغذائية هنا، نفس القيمة الغذائية هنا، ولكن هي الحجم بيختلف. ليس الا فرق الاسعار دايما بيكون بسبب العلف اللي كل نوع من الدجاج بيتعلف بيه. فوائد البيض بتساعد طبعا على بقاء الغده الدرقيه بصحه جيده، لان المعدن الموجود في البيض بيحافظ على صحه الغده الدرقيه. كمان بيساعد البيض على تنشيط الجسم، بيعطي البيض شعر طويل ولامع. انا قبل كده عملت وصفات البيض للشعر، ودي كانت من الوصفات المهمه جدا. البيض بيقوي العظام، بيقاوم البيض الاجهاد، بيعمل على تحسين رؤيه العين لانه طبعا غني بفيتامين A، بيساعد على تحسين صحه البروستاتا للرجاله اللي هي دايما بتبقى عندها الالم ده، بيحمينا من الفيروسات. البيض بيحتوي على احماض امنيه واوميجا 3 كلنا محتاجينها، لانها طبعا بتقينا من سرطان الثدي، بتحمينا من امراض القلب والسكر وارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. بيضة كل يوم مسلوقة، الافضل في الاكل ان انت تاكليه مسلوق، ما بيتفضلش تماما ان انت تاكليه مقلي او انت تاكليه بطريقة اخرى. هي بيضة واحدة فقط في اليوم حرصا على صحتك، بيضة واحدة في اليوم، والافضل انها تتاكل مسلوقة. يا رب اكون قدرت افيدك ولو بجزء بسيط. لو بيعجبكم وصفات الفيديوهات بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.